يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بقناة ماما مروة. وصفتنا لليوم هي المتبلة الباذنجان بطريقة كتير سهلة وكتير طيبة. يلا تابعونا لآخر الفيديو، يلا نشوف طريقة التحضير. بالبداية بدي أجيب باذنجانة كبيرة بهالحجم، وبدي أشويها على النار بهالطريقة، على نار قوية بدي أشويها بهالشكل. شوفوا أعزائي، شوفوا هون كيف بلشت تستوي حبة الباذنجان عندي، وهون استويت الباذنجانة وبدي أقشرها كلها بهالشكل. هون كانت سخنة، انتو فيكن تنطروها أعزائي لتبرد شوي بعدين تقشروها. هون شوفوا تقشرت كلها، وبدي شيل القطعة اللي باقية منها وبدي أقطعها بهالشكل. واستعملت أنا الخلاط اليدوي بهالطريقة كرمال تنهرس عندي. وفيكن تستعملوا إذا ما عندكن إياه، فيكن تستعملوا المدقة أو الشوكة، لا تهرسوها منيح كتير للباذنجانة وتصير بهالقوام هيدا. بدي رش ملعقة صغيرة من الملح، عندي حصين من الثوم دقيتن هرستن وبدي ضيفن فوقن، وبدي ضيف ملعقتين كبار من اللبن. اللبن بضيف طعم كتير رائع للباذنجان، وبضيف بياض للباذنجان، ببيض الباذنجان. وبدي ضيف ملعقتين كبار من الطحينة، بدي اخلطهم كتير منيح مع بعضهم بهالشكل. واخر شي ما بدي انسى الحامض، عندي حامضة عصرتها وبدي ضيفها فوقا، بدي اخلطهم كتير منيح. وهذه هي الطريقة لعمل المتبل الباذنجان بطريقة كتير طيبة وسهلة. بدي اسكبهم هلا بصحن التقديم. متبل الباذنجان طيب كتير مع السمك المقلي او المشوي، سمك على انواعه، السردين، المقالي. المتبل كتير طيب بالسفرة اللبنانية، كتير مشهور. هون بدي اضيف اعزائي زيت الزيتون، وزينتهم بحبتين من البندوره ورشه من البقدونس على الوجه. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم اللي هي متبل الباذنجان على الطريقه اللبنانيه. اعزائي اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد من قناه ماما مروه. والف صحه وهنا.